لماذا كرمت وزارة حقوق الإنسان شلال شايع المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات والتمرد على الدولة؟ إلى أي مدى تسيء هذه الخطوة لأعلى مؤسسة حقوقية في البلد؟ ألا يفترض بحقوق الإنسان أن تكون معنية بالضحايا وليس بالمجرمين؟ أهلا بكم. وسط اتهامات لوزير حقوق الإنسان بالتصرف وفق الانتماء المناطق الضيق، يأتي تكريم شلال شائع ضربة موجعة لحقوق الضحايا وأمهات المختطفين الذين فقدوا أبنائهم في منزل شلال الذي تحول إلى سجن تتم فيه مختلف الانتهاكات، وفي سجون الإمارات التي كان مدير الأمن السابق أحد أدواتها. انتقادات حادة لما فعله وزير حقوق الإنسان من تكريم لمدير أمن عدن لكونه ينافي كل مبادئ وأخلاقيات حقوق الإنسان في العالم، وأن هذا الدرع هو محاولة لمحو الجرائم المحتملة التي ارتكبها شلال ومن معه. تقول الانتقادات إن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر بهذا التكريم يعتبر مشاركا بكل الجرائم والتعذيبات التي حصلت داخل السجون السرية والاغتيالات في عدن. كيف تم تكريم شلال بصفته مدير أمن وهو قد تم عزله من قبل؟ ألا يعد تكريم شلال انتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان وصمت الوزير استهتارا بآلام الضحايا؟ وما موقف وزارة حقوق الإنسان أمام المنظمات الأممية والدولية بعد هذه الخطوة التي هزت مصداقية الوزارة؟ وهل يحمل هذا التكريم تأكيدا على موقف وسكوت وزير حقوق الإنسان محمد عسكر من تمرد عدن ومن الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحق الأبرياء في تلك الأحداث؟ في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اختارت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن تكرم أحد المتهمين بارتكاب جرائم ضد اليمنيين، حادثة أثارت استنكارا واسعا من قبل الناشطين الحقوقيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، في حين التزم الوزير الصمت ولم يقدم أي تبرير مقنع. سنوات قاسية مرت على اليمنيين عانوا خلالها ويلات القمع والانتهاكات ومصادرة الحقوق لم يحرك إزاءها الوزير المعني بحقوق الإنسان ساكنا، وعندما أراد التذكير بوضع حقوق الإنسان في اليمن ذهب لتكريم شلال شائع وهو أحد المشتبهين بكونه ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن من خلال موقعه السابق كمدير لشرطة العاصمة المؤقتة ويرأس وحدات مسلحة غير قانونية موالية للإمارات. فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان كان قد أورد اسم شلال شائع كمتهم محتمل في الكثير من حوادث الاغتيالات والقتل التي تحقق منها الفريق، كما أورد تصريحات ومواقف منسوبة إليه يؤكد في مضمونها تورطه المباشر في كثير من الحوادث والانتهاكات المنسوبة للقوات الممولة من الإمارات في عدن. تمت إقالة شايع في وقت سابق مع قرار بإحالته للتحقيق لدوره في مساندة الميليشيات الموالية لأبوظبي خلال المواجهات التي انتهت بخروج الحكومة من عدن قبل أشهر. وبدلاً من أن يتم محاكمة الرجل كمتمرد، يأتي هذا التكريم ليضعنا أمام صورة بالغة السوء عن وضع حقوق الإنسان في اليمن وعن مستوى التجريف الذي يمارس داخل مؤسسات الشرعية. في وقت سابق كان وزير حقوق الإنسان ذاته ينكر وجود سجون سرية تديرها القوات الموالية لأبوظبي في عدن، ما يعني تجاهل معاناة المئات من اليمنيين الذين أمضوا سنوات في هذه السجون، وكثير منهم لقي حتفه هناك، وهو ما يجعل التكريم يبدو منسجماً مع توجهات الوزير وعمله في الحكومة ولم يكن مجرد خطوة بلا معنى بحسب البعض. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الباحث السياسي دكتور عادل دشيلة وسينضم آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير. ما هو تعليقك على تكريم وزير حقوق الإنسان محمد عسكر لشلال شائع مدير أمن عدن السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مع الأسف الشديد، يعني الوزير حقوق الإنسان تصرف يعني بطريقة غير مسؤولة، أن يكرم الجلاد وينسى الضحية،
كان الأولى بوزارة حقوق الإنسان اليمنية ممثلة بوزيرها الحالي أن تكرم الأبرياء الذين عذبوا في السجون التي كان يديرها شلال شايع، وأن تكرم أمهات المختطفين الذين المتواجدات حاليا في العاصمة المؤقتة عدن، ويطالبنا الوزير نفسه بأن يساعدهم في رفع تقارير دولية للمنظمات الدولية. اليوم وزارة حقوق الإنسان كشفت، يعني الوزير، ولا أتكلم عن وزارة حقوق الإنسان بكوادرها المتواجدة، فهناك يعني من يتحمل المسؤولية ويدافع عن هؤلاء الأبرياء، ولكن التصرف هناك له أبعاد سياسية، له أبعاد سياسية قبل أن تكون أبعاد أخلاقية. ما هي الأبعاد؟ طبعا هذا التكريم يأتي من قبل الوزير من أجل تبييض جرائم المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأس هذا المجلس الانفصالي المتمرد المدعو عيدروس الزبيدي المقارن للحكومة اليمنية. إذن كيف بوزارة تمثل الجمهورية اليمنية وتعتبر المنظمة أو تعتبر المسؤول الأول عن حقوق الإنسان داخل الأراضي اليمنية أن تكرم الجلاد؟ وهناك، وعندما نتكلم نحن لا نتكلم ضد شلال شاع كشخص، هناك يعني تقارير في النيابات العامة، هناك منظمات دولية، هناك تقرير خبراء دوليون اتهموا شلال شاع بأنه أدار عمليات تعذيب وسجون سرية. نعم، حتى يقال أن بيته أحد السجون السرية، فكيف يعقل أن يتم تكريمه وسجله بهذا الشكل؟ طبعا قبل أن أتكلم عن هذا التكريم، أنا نتكلم عن اتفاق الرياض. أصلا اتفاق الرياض جاء لتبييض جرائم هؤلاء ولشرعنة ما قاموا به. وهل ما حصل من تكريم يعني ليوضح أن الاتفاق يسعى فعلا لتثبيت؟ طبعا التكريم جاء، التكريم جاء الآن. هؤلاء يعني المنظمة الدولية، وحتى وإن اليوم هؤلاء يعني الآن الجرائم لا تسقط بالتقادم أبدا، الجرائم لا تسقط بالتقادم. هناك رأينا تقارير يعني نشرتها قناة الجزيرة، رأينا تقارير في تقارير خبراء دوليون، في أيضا تقارير أخرى المتحدة، كلها تتهم هؤلاء بأنهم متورطون في جرائم حرب، في جرائم ضد الإنسانية. إذن هذا التكريم جاء لتبييض وجه هذا الشخص المتهم بقضايا جنائية وقضايا قتل واغتيالات، جاء لتبرئته ولأنه ليظهر له بأنه الرجل الأول في عدن، وأنه من حمل عاصمة عدن، وأنه قام بالدور المشرف. لكن هل هذا التكريم سيسقط الجرائم التي ارتكبها هذا الشخص؟ لا، بكل تأكيد، لكنها تعتبر خطوة استباقية لأي عمل سيكون ضد هذا الشخص في المستقبل، ونحن نعرف أنه مقال من الحكومة اليمنية، إذن من وزير الدولة في وزير الداخلية. إذن كيف للحكومة اليمنية أن تكرم رجل أقالته هي الحكومة اليمنية نفسها؟ كيف لا؟ إذن هذا التصرف غير مسؤول، تصرف من شخص بطريقة جهوية، بطريقة مناطقية، وله أبعاد أيضا مستقبلية، قد ربما لا يستبعد بأن هذا الرجل وزير حقوق الإنسان متورط أيضا في قضايا أخرى داخل، لأنه تكتم طوال فترة الماضية عن قضايا جرائم داخل عدن. كان الأولى بهذا الوزير أنه أن يدافع عن الأبرياء، كان الأولى به أن يرفع بتقارير دولية، لا أن يجامل هؤلاء القتلة، لا أن يعطيهم الجوائز باسم وزارة حقوق الإنسان. اليوم رأينا الرسالة الموجهة من أمهات المختطفين إلى هذا الوزير، ورأينا، وأنا سمعت الأمهات المختطفين بنفسي شخصيا وهي تحاول أن تحصل على فيزا عبر وزارة حقوق الإنسان لمدة عامين لكي ترفع بمنظمات أو بتقارير المنظمة الدولية، ورفض وزير حقوق الإنسان أن يمنحها أو أن يساعدها. عندما نتكلم نحن الآن أمام هؤلاء يتصرفون من منطق جهوي مناطقي، يعني بطريقة تقليدية قبلية لا تمت إلى مؤسسات الدولة بصلة، لكن له ما بعده، والأيام القادمة كفيلة بكشف المستور من هذه الخطوة. وقد ربما هذا الوزير نفسه نسمع بعد أيام بأنه انضم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وأعلن الانفصال. هناك من يقرأ المشهد بهذه الصورة بأنه ربما يعني جسر للمجلس الانتقالي، يعني خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة ربما لم يكن فيها كوزير، فبالتالي يبحث له عن مكان في المجلس الانتقالي، هل ممكن ذلك؟ طبعا كل السيناريوهات مطروحه في الطاوله. نحن امام نخبه سياسيه فاشله، هذه النخبه لم تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه والوطنيه، ولم تكن مؤهله تاهيلا حقيقيا حتى تتحمل هذه المسؤوليه. هؤلاء اشخاص عاديون جاء بهم الزمن الى السلطه، جاءوا بطريقه عفويه، بطريقه يعني مناطقيه، هؤلاء لا يستحقوا ان يديروا حتى مكتب صغير داخل الدوله اليمنيه. يعني هل يعني من المعقول ان يتصرف رجل وزير دوله بهذا التصرف يعني الغير اخلاقي في هذا الظرف العصيب، وان يكرم الجلاد قبل الضحيه في هذا الظرف العصيب؟ هل هذه من القيم الانسانيه
التي تتغنى بها وزارات حقوق الإنسان في العالم، معنى ذلك أن هؤلاء لا يبالون بالدماء التي سفكت. أين أولئك الذين سقطوا في المساجد؟ أين أولئك الذين سقطوا في الطرقات؟ أين أولئك الذين سقطوا في السجون السرية؟ أين هي التقارير التي تحدث عن التعذيب في داخل السجون وكان يشرف عليها هذا الوزير، هذا المدير أمن عدن أو مدير شرطة عدن شلال شايع؟ أين هي كل هذه التقارير؟ العالم كله يعرف ما الذي دار داخل عدن وما الذي يدور داخل عدن، وهو يريد أن يغطي على الحقائق. نعم، لا يمكن الغريب أن تغطى. نعم الغريب دكتور عادل أن حسب الدرع يعني تكريم ذكر صفة شلال شايع بأنه مدير أمن عدن، ونعلم جميعا بأنه أقيل من قبل وزير الخارجية الميسري، وزير الداخلية عفوا، قبل أكثر من 3 أشهر أثناء الانقلاب ومشاركته بما حدث. ما هو تفسيرك لهذا؟ كيف تقوم وزارة هي تعد ممثل للحكومة الشرعية بتكريم شخص أقيل منها؟ طبعا مع الأسف الشديد لا أريد يعني الخوض في أشياء جانبية. عندما يكون رأس النظام يعني هو في نفسه ضعيف فهنا تظهر مثل هذه. لو كان رئيس الدولة يحترم منصبه لكان أكال هذا الوزير فورا من منصبه، لكن مع الأسف الشديد تصرفات داخل الحكومة اليمنية، نحن نعرف بأن الحكومة اليمنية مفككة. الحكومة اليمنية الآن تتبع جهات، هذا فريق يتبع الإمارات وفريق يتبع السعودي وفريق يتبع المجلس الانتقالي وفريق يريد مصالحه الشخصية من تحت الطاولة وفريق يريدها من فوق الطاولة، ولا يتصرفون منطق غير، لأنه نحن نعرف نحن نعيش مرحلة ألا دولة، ينبغي أن نعترف هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يتجاهلها وأن يغطي عليها. نحن نعيش في مرحلة ألا دولة، وبالتالي عند أنهارة الدولة ومؤسسات الدولة، وهؤلاء يتصرفون من يعني من منظور يعني قبلي ومناطق وما إلى ذلك. لا وجود للدولة، ولو كان هناك وجود للدولة حقيقي لكان المكان المناسب للوزير هذا الوزير حقوق الإنسان السجن المركزي داخل عدن مباشرة، وليس بأن يكرم. وأيضا شلال شايع كان الأولى بالدولة أن لا تقيل فقط بل محاكمته، يعني محاكمة عادة في داخل أقرب محكمة استئناف أو محكمة ابتدائي داخل عدن. إذن اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي عبر الهاتف من باريس. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. أهلا بك دكتور محمد. هل يصح قانونيا وحقوقيا أن يتم تكريم وزير يعني يقوم وزير حقوق الإنسان بتكريم مدير أمن مقال متهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وبسجلية العديد من الجرائم، خاصة والمدينة تشهد فوضى أمنية منذ 5 سنوات؟ أنا لا أخوض في يعني الكلام القانوني، لكن من وجهة نظر أو أدبية وأخلاقية وربما حقوقية أيضا، لا أعتقد أنه حتى ولو كان هناك نسبة 1% من شكوك أن يكرم في الغرب، يعني تمنح جوائز أو أن تمنح دروع أو أن تمنح أنواط من أو أوسمة لحقوق الإنسان لهيئات حقوقية أو مؤسسات حقوقية، أن تمنح هذه الأوسمة أو هذه الشهادات أو هذه الدروع لرجل أمن. لا نجد أن رجال الأمن هنا في الدول المتقدمة لابد أن يمروا بدورات تدريبية في حقوق الإنسان، ويعني لا يمكن أن يخطئ رجل أمن في حق من حقوق الإنسان. وإذا أخطأ ومع ذلك أنا لم ألحظ أو لم أشهد مع أو أعلم أن مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية كرمت رجل أمن حته درعا لحقوق الإنسان، مع أن رجال الأمن هنا كما قلت يتوخون الحذر في تعاملهم مع الناس، ومع أن هنا هي دولة القانون ودولة النظام، ومع ذلك لا يعطون لأن هناك حساسية أدبية وحساسية أخلاقية وحساسية إعلامية وحساسية سياسية تجاه خلط الأمني بالحقوقي. لكن لدينا يعني مدير لا أتهمه لكن ورد اسمه في تحقيق مرتبطا بحوادث اغتيال وقتل هذه الجرائم في العاصمة المؤقتة عدن. هذا ليس كلامي، هذا كلام فريق الذي عينته الأمم المتحدة
قابل مسؤولين في الحكومة الشرعية، وقابل مسؤولين، وقابل متمردين حوثيين، وقابل مستقلين، وقابل ناشطين، وقابل حزبيين، وقابل سياسيين، وقابل حقوقيين. حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان اليمنية، هم رفعوا هذا التقرير. فلماذا نقع في هذا المطب؟ غدا الوزير إلى جنيف مدافعا عن حقوق الإنسان، ماذا سيقول لأي إعلامي أو صحفي يقول أنت كرمت رجلا متهما، أو لا نقول متهما، بجرائم حرب أو بجرائم اغتيال وقتل وإخفاء قسري؟ بماذا سيرد؟ ماذا سيقول؟ يعني أنا هو طبعا الأخ الكريم الوزير رد علي بأنني خرق، نعم، ما في عندما، وحقيقة الأمر أن ما جرى الإنسان يخرج عن طوره، يخرج عن، نحن لدينا العرف الأخلاقي، هو العرف الحقوقي، هو العرف، عرف الصح والغلط هو العرف، هذا هو العرف الذي نتبع. أما أنت دبلوماسية فيما أنت تذبح الدولة من الوريد، هذا لا يصح. وأنا آسف لأخي الذي أكل له احترام على المستوى الشخصي والتقدير، لا يجوز ولا يصح. برأيك ما الذي دفع لمثل هذا التكريم دكتور محمد؟ يعني ما الذي يدفع وزير لتكريم مدير أمن مقال على الأقل؟ يعني بغض النظر، يعني إذا كنت تتحدث عن حساسية التكريم من جانب خلط الحقوقي بالأمني، والشخص مثلا لم، لا غبار على اسمه، فما بالك بما يحدث؟ ما الذي يدفع الوزير لمثل هذا الفعل؟ هذا السؤال يفترض أن يوجه له وأن يبرر للناس لماذا، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ للأسف تواصلنا معه لنعطيه المساحة أيضا لقول رأيه والتعبير عن يعني سببه وتبريره للناس كما قلت، ولكن لم يتجاوب معنا. ليته عند أخ ما رد وضح للناس لماذا. أنا لا أريده أن يرد علي، لا أريده أن يقول أنت وكان يجب عليك أن تتعامل بكذا وكذا، ولا وهو أصلا لم يتعامل بكذا وكذا بالطريقة التي يريد أن يجعل نفسه أستاذا فيها. لا، أنا أريده وغيري، وأنا مواطني في دولة، أنا مواطني يمني، من حقي أنا أعرف لماذا فعل. المئات الذين ردوا عليه أن يعرفوا، من حق الإعلاميين الذين كتبوا، من حق الناس أن يعرفوا. قد يكون شلال شائع، قد يكون بريئا، يقول لنا إذا كان بريئا فليوضح، لكن أن يذكر اسمه هيئة حقوقية دولية في الأمم المتحدة مقترنا بجرائم، ثم يأتي وزير حقوق إنسان ليكرم، أنا أعتقد أن هذه كبيرة من الكبائر، وأنا لا أستطيع أن أقف متماسكا بعرف دبلوماسي إزاءها، وليكن ما يكون. نعم. إذن يعني... بما أنه لم يفسر ولم يقل لنا أنه يعني ربما قال لآخرين أنه أراد أن يستوعب، وهذا نوع من التبرير، أراد أن يستوعب الرجل، وأن ما هو الاستيعاب؟ أن تعيد إنتاجه من جديد هي من أجل إعادة تدويرها؟ لا، الفاسد فاسد، المجرم مجرم. وخاصة أن هذا التكريم دكتور محمد جاء في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونحن نريد في اللحظات التي ننتصر فيها للضحايا وللمنتهكة حقوقهم، ربما من أكثر من يعني استاءوا من هذا التكريم هن أمهات المختطفين الذين يعني يعلمن تماما دور شلال شائع في يعني تغييب أولادهن وعدم معرفة مصيرهم. برأيك هل يحاول شلال تبييض صفحته من خلال يعني في يعني الانتهاكات او الانتهاكات التي قام بها من خلال ثلاث او خلال ثلاث اربع سنوات التي كان فيها مديرا للامن، وهذا التكريم ربما يكون جزء؟ لا يمكن، لا يمكن، من وجهه نظري لا يمكن الجرائم بالتقادم ولا ان تسقط تسويات سياسيه. القانون الدولي حتى في العدالة الانتقالية لا يجيز إسقاط الجريمة بمجرد حصول مصالحة والجاني، لا يجيزها. أصحاب الحقوق لهم أن يطالبوا بحقوقهم أمام المحاكم الداخلية وأمام المحاكم الدولية حتى اتفاق سياسي ليلغي ما كان من مظالم ومن حقوق، هذا لا يلغى ولا يسقط أمام القانون.
أنا أعتقد أنه يعني ربما أراد الوزير أن يكون ذلك مقدمة لتطبيع أوضاع من أجل يعني تثبيت يعني من أجل نوع من تطبيع الأوضاع في عدن، من أجل نوع من المصالحة مع المجلس الانتقالي أو مع شلال أو مع هذا الطرف أو ذاك، لكن من الجانب الحقوقي يفترض أن يكون من حقوق الإنسان. هي وزارة صافية، هي وزارة الضمير، هذه وزارة الضمير، هذه وزارة الأخلاق، هذه وزارة الوازع، هذه وزارة القيم. هذه الوزارة يجب أن تكون منظمة لأنها معيار، هذه معايير. فأن يمنح من أعلى وزارة، من وزير حقوق الإنسان، رجل أمني عليه نقاط استفهام مرتبطة بجرائم، أنا أعتقد أن هذه، واللي يعذرني مرة أخرى أخي وزميل، أن هذه خطيئة وليست خطأ، وعليه نعم. إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، كما تحدث الدكتور محمد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فيعني هل تتوقع أن مثل هذا التكريم قد يكون ورقة رابحة في كف شلال شائع إذا ما تم محاكمته مستقبلا؟ طبعا أنا من وجهة نظري الشخصية، في أي بلد يعني تظهر صراعات أو حروب أهلية أو كذا، نحن على سبيل المثال على أن نستفيد ما حصل في الدول التي تفجرت فيها صراعات والحرب الحروب الأهلية. على سبيل المثال نحن في العام 2013 عندما دخلنا في مؤتمر الحوار الوطني كنا نريد عدالة انتقالية، والعدالة الانتقالية أن تطبق يعني في الواقع، وأن أن أن جبر الضرر وإعطاء الأبرياء حقوقهم وما إلى ذلك. اليوم هل بالإمكان، هل هذا التكريم أن يكون شهادة براءة لشلال شائع أو شخصيات أخرى من الجرائم التي يعني اتهموا بها في داخل عدن؟ لا، بكل تأكيد نحن اليوم لا سنكون بحاجة إلى عدالة انتقالية مثل ما حصلت في تشيلي، مثل ما حصلت في جنوب أفريقيا، مثل ما حصلت في دول أخرى في أفريقيا عندما يعني واستطاعت أن تستعيد عافيتها بعد الحروب. العدالة الانتقالية ستطبق والقانون سيطبق اليوم أو غدا أو بعد غد. إذا لم يطبق بالقانون اليمني سيطبق بالقانون الدولي. هناك يعني نحن نستفيد من ما حصل في البلدان الأخرى. اليوم الرئيس البشير اتهم بجرائم حرب، هو الآن في يعني في خلف القضبان، والمحكمة الدولية تطالب به وهو رئيس دولة. أما هؤلاء عبارة عن قادة عصابات يعني أداروا عمليات اغتيال. نحن عندما نقول، عندما قدر يقول القائل ما هو دلائلك على هذا الرجل، نحن نتحدث عن تقارير، نتحدث عن بس هل شلال شائع نفسه يعني كشف لنا قضية اغتيال واحدة عندما كان مدير الأمن عدن؟ هل تم محاكمة الذين قاموا بالاغتيال؟ هل تم أيضا كشف ملفات الاغتيالات والقتل داخل المحاكم؟ لا، تم التستر عليها تماما، بل تم تصفية كما يعني يسر من تقارير أخرى بأنه تم تصفية من قام بتسريب بعض المعلومات من داخل السجون. لا أعرف مدى صحة هذه التقارير، ولكنها سربت عبر قناة الجزيرة ومواقع أخرى بأنه تم تصفية شخصيات يعني قامت بتسريب المعلومات أو ما حصل في السجون السرية. اليوم مهما حاول الوزير عسكر أو مهما حاول حتى التحالف العربي أن يخرج، يعني كيف يمكن أن تكون هناك مصالحة وطنية والجرائم يعني الجرائم لا تسقط بالتقادم، المصالحة السياسية على جنب والحقوق على جنب. هذه الوزارة تمثل البعد إنسان، لها بعد أخلاقي. نعم، وبعد يعني إنساني. عند الحديث عن هذا البعد الدكتور عادل، هناك من يرمي يعني أو يتهم الوزير أنه يتفق وفق دوافع مناطقية. هل يعقل أن يتحرك وزير لأهم مؤسسة حقوقية يعني من أبرز بنودها العدل والمساواة؟ هل يعقل ذلك؟ طبعا يعني نحن في الموضوع لا يعني نحن في الواقع لا نقول أنه تصرف بتصرف يعني مناطقي أو يعني أو ما شابه ذلك، لكن التكريم في حد ذاته خطأ فادح.
التكريم في حد ذاته خطأ فاتح وأيضا يعتبر عيب في حقه. دكتور محمد نعم. بالخطيئة يعني هو خطأ وأيضا يعتبر عيب في حقه. هذا الرجل يمثل القيم الإنسانية، يمثل حقوق الإنسان، يمثل العدل، يمثل القيم التي يتغنى بها المجتمع الدولي كله، يمثل القيم التي تتغنى بها البشرية، أي حقوق الإنسان. يعني هل من يعني يمكن أن نقبل بأن هناك رجل متهم بقضايا قتل يكرم ممن يقول بأنه يدافع عن هؤلاء الأبرياء؟ إذن الرجل وقع في مأزق، الرجل الآن يعني أخطأ وعليه أن يقدم اعتذاره للشعب إذا أرد. أما غدا حيمثل الدولة اليمنية داخل سويسرا أو في منظمة حقوقية، وكما ذكر الأخ محمد جميح، يعني عندما تسأل المنظمة الدولية أنت كرمت رجل متهم بقضايا قتل واغتيالات، وهذه تقارير الخبراء الدوليون، هذه هي التقارير، وأنت تكرم رجل متهم بجرائم قتل، إذن كيف أنت تدعي بأنك تدافع عن حقوق الإنسان؟ إذن ستصبح وزارة حقوق الإنسان يعني في ضعف، هناك يعني ضعف في الأداء، وأيضا حتى المنظمة الدولية لن تقبل أي تكريم من هذه الوزارة، وبالتالي ستصبح هذه الوزارة مسيسة وتتبع طرف وطرف آخر ولا تمثل الدولة. اسمح لنا دكتور أن تنضم معنا عبر الهاتف أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين من عدن. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذة أمة السلام. كيف تنظرون أنتم كرابطة لأمهات المختطفين بقيام وزير حقوق الإنسان بتكريم مدير أمن عدن السابق شلال شائع؟ ما يدري الإنسان كيف يعبر عن هذا النقطة. وزارة حقوق الإنسان معظم الأيام وأمهات المخفيين قسران والمعتقلين أمام هذه الوزارة، كل أسبوع كانين يروحين لعند الوزير ويوعده الخير ويطرحين القضايا، التقارير الذي عنده والكشوفات الذي حق المخفيين والمعذبين والذي موجودين في السجون وباعتراف الجميع أنهم موجودين وبالمحاكمات اللي حاصلة لم يجف حبرها بعد. كان يكرم واحدة من أمهات المختطفين هؤلاء المخفيين الذي كل يوم منتظرة لابنها يخرج، هي من تستحق أن تكرم؟ هذه الأم التي منتظرة يقول لها ابنها مات داخل السجن وهي لا تصدق، مراعية منتظرة يخرج ابنها لأنه ما جابوا لهاش لا جثة ولا شيء. هذه الأمة المثابرة، هذه الأمة الصابرة، هذه التي تستحق أن تكرم في يوم حقوق الإنسان. نقول جبرا لخاطرها، جبرا لكرامتها، لكبرها، لسنها، لشوقها لابنها، وإذا بهم يكرموا الذي يتسبب في سجن هؤلاء الناس وقتلهم وتعذيبهم. ما أدري كيف معيار الحكم، ما ادري كيف ايش لو عدنا قليلا الى الوراء، لو شفتي الرسائل الذي نزلنها الامهات، والله لا تبكي دم، قلت كيف يعني اذا كان هذه باسم الدوله فاقعد يروح واحد اي شارع من يكلم؟ اذا كان هذا الذي يمثل حقوق الانسان في الدوله اليمنيه الشرعيه، أين نروح؟ فين نكلم؟ من نكلم؟ طيب أستاذة السلام، لو عدنا قليلا للوراء، ربما أنتن قابلتن شلال من قبل بصفته مدير أمن عدن، ماذا كان يقول لكن عند التساؤل حول أبنائكن المعتقلين؟ مرتين عزيزتي يمشي بالسيارة وقد بيدعس النساء الموجودات في أمهات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا، مرتين هو يمشي وهن أمام البوابة ويفحص بالسيارة على بيدعسهن وهن منتظرات، يتهم أولادهن أنهم مدري إيش ومدري إيش ومدري إيش، والمحكمة قد برأتهم والتهم باطلة عليهم، وفي الأخير يحصل مثل هذا الأمر. كيف وقفين النساء أمام بيت شلال؟ وبيت شلال نفسه في سجن يخفي فيها المختطفين والمخفيين قسرا، ما أدري كيف نكلم. والله الأمهات
اطلقوا المصدومات الأمهات. إذا كان هذا الذي قبل في بداية السنة الماضية عندما وقفين يطالبين بإخراج أبنائهم من السجون وإظهار المخفيين قسراً، فأي عدالة، أي حق، أي تكريم يكرم هذا الإنسان؟ والله ما أدري بأي تقييم قيم هذا الوزير هذه الجائزة أو التكريم أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله شيء يدمي القلب. يعني إحنا في فاجعة، وإحنا في مأساة، ونحن في كان زكاة لا عاد يكرم تحت تبعنا عادلة اللي ما حد يتكرم. ليش عاد يكرم بهذه الطريقة؟ يؤذي مشاعر الأمهات، أذى الأمهات وأذى الذي داخل السجون. هؤلاء الناس لما يسمعوا وزارة حقوق الإنسان تكرم والله شر البلية ما يضحك. والله أني أتكلم وقلبي يتفطر على الأمهات الذي مسكينات بين الشموس بداخل عدن وأمام كل مكان، أمام التحالف، أمام المعاسيق، أمام بيت وشلال، أمام بيت وزير الداخلية، أمام المحكمة، أمام السجون، يتمنين أن يرين أبنائهن، يتمنين أن يشوفين فلذات أكبادهن. وفي الأخير هؤلاء هن من يستحقين التكريم صحيح، وكان المفروض أن تكرم واحدة منهن ولا واحدة من الناشطات الذي موجودة في عدن. له شيء من عدن، الدنيا كلها ملان نساء ناشطات في هذا المجال. عندك هدى السراري، عندك مها عوض، عندك مئات الناشطات في هذا المجال، وإذا به يكرمها بهذه الصورة. عشان يقولوا سكت دهرا ونطق كفرا، هذه هي المأساة التي نعم نعاني منها. يعني ربما برر عسكر ما قام بعمله بتبرير غير منطقي، وهو تشجيع شلال على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، ولكن لا أدري كيف سيبرر هذا الأمر لضميره أمام دعواتكن وأمام هذه الدموع وأمام هذه الصيحات المتألمة لأمهات فقدنا أولادهن في سجون شلال شائع. شكرا جزيلا لك يا أمة السلام الحاج، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ربما هذا أصدق ما يمكن أن يوصل لوزير حقوق الإنسان بالعمل الذي قام به. كيف تعلق دكتور عدن؟ كنت أتمنى من الوزير أن يستمع لصوتها، يعني لصوت أمهات المختطفين، وأن يسمع وأن يستمع لأولئك النساء المتواجدات داخل العاصمة المؤقتة عدن، وأن يستمع لهؤلاء قبل أن يكرم شلال شائع. لو كان فقط التزم بالحد الأدنى من القيم الإنسانية ويتصور أنه يعني فقد أحد أفراد أسرته في داخل السجون السرية لشلال شائع، أو حتى يؤنب ضميره إذا كان يعني لديه ذرة من ضمير إنساني حي كنت أتمنى من الوزير بأن لا يكرم يعني هؤلاء. ولكن مع الأسف الشديد يبدو أننا يعني نعيش في زمن أصبح فيه يعني أن يكرم فيه الجلاد قبل الضحية. اليوم الآن نحن عندما نتحدث عن السجناء داخل سجون جماعة الحوثي أو حتى في السجون الإماراتية أو حتى في سجون الميليشيات الإنقلابية المتمردة داخل عدن، والتي يعتبر شلال شائع جزء من قادة هذه الميليشيات، اليوم مع الأسف الشديد الوزير عسكر خلط بين الضحية والجلاد وقلب الوزارة رأسا على عقب، وبالتالي أصبحت هذه الوزارة التي يمثلها لا معنى لها، وحتى يعني من الناحية الأخلاقية قبل أن يكون من الناحية القانونية والدستورية وأيضا الشرعية. إذن أصبحت الوزارة بهذا التكريم لا معنى لما تقوم به، وتقاريرها في المستقبل ستكون أمام العالم تقارير غير يعني موثوقة وتقارير غير صحيحة، وبالتالي على الوزير هذا أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية والقانونية قبل كل شيء، وعليه أن يراجع حساباته، ولن يكون أمام أي خيار آخر سوى الاعتذار للشعب. نعم، ربما تحدث الدكتور محمد جميح حول السبب الذي طرحه عسكر، وهو طرح ذلك السبب بأنه يريد أن يشجع شلال للالتزام بمعايير حقوق الإنسان. هل يعقل أن يتم التبرير بهذه الصورة؟ تبرير غير منطقي، ولا يمكن أن يعني لو سألت فقط ضحية يعني أم ضحية واحد وقال هل هذا التبرير، ستكون الإجابة
دموع فقط مثل ما كانت الأخت قبل قليل، دموع أكثر أكبر إجابة على هذا الدموع، أي أنه حتى الطفل لا يستطيع أن يرد عليه، قد ربما يرد عليه بدمعة، أي أن هذا التصرف تبرير غير منطقي، غير مقبول، غير حتى لا يمكن أن نطلق عليه مسمى آخر. وبالتالي الوزير حاليا وضع نفسه في موقف يعني قد ربما هذا الموقف يعني لن يبرئ في المستقبل، حتى وإن لم يكن هو مشارك في الجريمة، ولكن بهذا التكريم هو يعتبر مشارك في الجريمة بطريقة غير مباشرة، حتى لأنك أنت الآن تتحمل المسؤولية الأخلاقية قبل المسؤولية القانونية بهذا التكريم. ولذلك عندما نتحدث عن، طبعا نحن نعرف شلال شائع والقيادات الأمنية، ونعرف القادة المتواجدين داخل العاصمة المؤقتة عدن، ونعرف كيف تم يعني إخفاء كثير من الملفات، وقد كشف يعني تقرير الجزيرة مؤخرا هناك العشرات من التقارير، أعتقد أكثر من 80 محضر اجتماع كلها عبارة عن إدانات واغتيالات وما إلى يعني وإلى ما لا نهاية. لذلك اليوم يعني إذا أراد أن يكون هناك مصالحة وطنية، الحكومة قبلت بهؤلاء بأن يكونوا في طرف في الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية جلست مع هؤلاء، ولدينا اتفاق واضح المعالم، هذا الاتفاق أعطى هؤلاء حقوقهم السياسية والقانونية، وحتى أنه قد ربما يشرع لهم في المستقبل. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك مصالحة على حساب الأبرياء، المصالحة لا تكون على حساب الأبرياء، واستقطاب هؤلاء لا يكون على حساب الضحايا. إذا يريد أن يكون مصالحة يعني يكون نوع من المصالحة فلها أبواب أخرى. نعم، إذن اسمح لنا أن تنضم معنا الناشطة الحقوقية هدى السراري عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور عزيزتي، أهلا بك. أستاذة هدى، تشهد عدن اضطرابات أمنية عديدة وعدم يعني وانتهاكات كثيرة واغتيالات وما إلى ذلك منذ تعيين شلال وحتى الآن، فعلى ماذا يتم تكريم الرجل من قبل وزير الإنسان برأيك؟ برأيي أن ما قام به أو ما قامت به وزارة حقوق الإنسان لتكريم أي طرف أمني لديه ادعاءات انتهاكات حقوق إنسان يعد أولا عمل فردي، كما يعد استهتار بالضحايا وذويهم، واستهتار أيضا بالرأي العام الدولي والمحلي. بالتالي إذا تكلمنا عن هذا العمل من الناحية القانونية، هو لا يترتب عليه أي آثار قانونية، لأنه يوجد لدينا قانون معين لتكريم القائمين على الأجهزة الأمنية، وهو يتم من رئيس الجمهورية مباشرة. بالتالي قيام وزير حقوق الإنسان أو مؤسسة تتبع إلى حكومة الشرعية بتكريم أي أفراد جهات تعد عملا فردي ولا ينتمي أو ولا يدخل في إطار الدولة. بالتالي هذه الأعمال الفردية تعد انتهاك أولا لحقوق الضحايا، وبالتالي كوزارة حقوق الإنسان معنية برصد وتوثيق الانتهاكات والتكلم عبر الأروقة الدولية وعبر أيضا الأطر الدولية بانتهاكات حقوق الإنسان، هي بالتالي تعد أو تتضامن مع المنتهك ضد الضحايا، وهذا يعد من قبل الوزارة استهتار بحقوق الضحايا، وبالتالي كان عليها أو ينبغي عليها التحقيق في الانتهاكات بدلا من أن تقوم بتكريم شخصية أو تقوم بتكريم جهة أمنية هي مخولة بحماية حقوق الإنسان داخل المحافظات التي تعمل في إطارها، وبالتالي تخل بهذه المنظومة. نعم، إذا كنك تحدثت عن عدم قانونية مثل هذا التكريم على المستوى المحلي أستاذة هدى، ولكن أيضا يعني على المستوى الحقوقي والمنظمات الحقوقية، كيف يمكن الثقة بالملفات التي ترفعها وزارة حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان وللكثير من المحافل الدولية، وهي قامت بتكريم رجل ذكر اسمه في التحقيقات الدولية ولجان خبراء وغيره؟ عزيزتي، في إطار اللغط الذي نعيشه حاليا بعدم جدية ممارسة مؤسسات الدولة لعملها، فطبيعي أن يكون هذه هي النتيجة. كانت مؤسسة حقوق الإنسان أو أي مؤسسة لا تقوم بعملها كما ينبغي تجاه الضحايا وتجاه الرأي العام المحلي وبالدولي، وبالتالي أيضا
تحيد عملها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان لا يعد أيضا ضربا في مصداقيتها، وإنما أيضا يحشد الرأي العام والدولي ويضرب أيضا مصداقيتها أمام العالم. فبالتالي القيام بهذه الأعمال التي تعد أعمالا فردية هي من باب الأعمال الشخصية التي يقوم بها وزير أو حتى جهة حكومية تتبع مؤسسات الدولة، وبالتالي لا ينبغي التعقيل عليه من قبل منظمات المجتمع المدني، لأنها أساسا منظمات المجتمع المدني كانت من خلال مؤسسات الدولة أو من غيرها تقوم بعملها كما ينبغي. ما قامت به مؤسسات المجتمع المدني داخل عدن أو غيرها من المحافظات عمل جبار جدا في تسليط الضوء على معظم الانتهاكات التي تقوم بها أطراف الصراع، ولم تحايد في عملها أيضا، وضعت الضحايا نصب أعينها وبالتالي انطلقت من هذا المحور. فمؤسسات المجتمع المدني طبعا كان لديها غضب شديد تجاه هذا العمل الذي قامت به وزارة حقوق الإنسان بتكريم شخصية أو جهة عليها انتهاكات في حقوق الإنسان يعد من قبيل المهزلة والاستهتار بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أو حتى المدافعين عن حقوق الإنسان، وأيضا بالمجتمع المدني الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة ومن كافة أطراف الصراع الموجودة حاليا في الساحة اليمنية. نعم، إذن أستاذة هدى، يعني تفضل. مثل هذا التكريم أستاذة هدى، مثل هذا التجاوز تم تبريره بأنه لدفع الرجل للالتزام بمعايير أكثر بحقوق الإنسان، ألا ترى أن هذا التبرير ربما جارح أيضا، أضف إلى يعني الجرح الأكبر بالفعل نفسه، خاصة لأمهات المختطفين وللكثير من الضحايا الذين تم الدوس على جراحهم بمثل هذا التكريم؟ مثل ما قلت، لا ينبغي علينا تبرير قيام أي جهة بمثل هكذا عمل. الانتهاكات واضحة والمنتهكين معروفين، وبالتالي حاليا كوزارة حقوق الإنسان أو كأي جهة معنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا، ينبغي عليها الآن تسليط الضوء والدفع والضغط نحو معاقبة منتهكي حقوق الإنسان وليس تكريمهم، خاصة ونحن في مرحلة حرجة جدا تمر بها اليمن، تمر بالعديد من الانتهاكات ولدينا عدة أطراف صراع، وبالتالي مثل هذا التكريم قد يعد غطاء أيضا لبعض المنتهكين بقيامهم بالمزيد من الانتهاكات، على أمل أنهم يتكرموا فيما بعد في المراحل القادمة. إذن شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية والمحامية هدى أسراري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني ملف حقوق الإنسان بهذا الشكل وكل الخروقات التي تحدث، ويعني ربما التماهي مع بعد اتفاق الرياض مع الانتقالي وتثبيته، ويعني ربما الاعتراف بوجوده بشكل أو بآخر، ألا تجد أن المستقبل يعني يبدو ضبابيا في كل مرة أكثر؟ المستقبل هو ضبابي، من يعني الوقائع على الأرض تشير إلى أن المستقبل ضبابي، يعني حتى بس أعلق على الأخت تقول أنه من الناحية القانونية يترتب على أي عمل، ولكن في المقابل هذا الرجل يمثل أعلى هيئة حقوقية داخل الجمهورية اليمنية ويمثل الدولة اليمنية، ولذلك عندما نقول بأنه عمل فردي، الأعمال الفردية تأتي من شخص خارج إطار الدولة، لكن هذا الرجل يمثل الدولة، يمثل الجمهورية اليمنية، وهو أعلى يعني وهو مدير أو رئيس هذه المؤسسة التي تدير حقوق الإنسان، أي أنه وزير حقوق الإنسان، ولذلك إذا أردنا أن نرد الاعتبار لهؤلاء الأبرياء، فالحل الأنسب هو أن يقدم اعتذاره أو أن يقال من قبل رئيس الجمهورية، هذا هو حتى يرد على الأقل الاعتبار للضحايا. إذن هذا يمثل دولة، لا نقول أنه عمل فردي، لا، هذا العمل الفردي عندما تكون منظمة حقوقية أو شخص آخر خارج إدارة الدولة، لكن هذا يمثل الجمهورية اليمنية، وهذا وزير في الدولة اليمنية، وأي عمل يقوم به سواء كان بطريقة فردية أو غير فردية هو عبارة عن يعني تمثيل للدولة اليمنية، إذن هو يمثل الدولة اليمنية، والتكريم جاء باسم الجمهورية اليمنية وباسم وزارة حقوق الإنسان. بالنسبة
بالنسبه للوضع هو ضبابي، والمستقبل لا يبشر بخير. وانا اؤكد لك من هذا المكان بانه الان يتم الاعداد لمؤتمر الكويت القادم، بان يكون هناك مصالحه او يعني عمليه سياسيه شامله ملغومه لتفكيك البلد، وبالتالي ادخال ابناء المناطق الشماليه في صراع مع الحوثي، وايضا ابناء المناطق الجنوبيه في صراع اخر، والايام ستكشف صحه ما نقول، لكن نامل الا يحدث ذلك. نعم نامل الا يحدث فعلا ذلك. شكرا لك الدكتور عادل الدشيل الباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان نلتقيكم في المساء اليمني. كونوا برعايه الله وامنه.